عتيق الحي المدني بإقليم المغول، وفي الحقيقة تقرر إغلاق زونة الحكومة أصلا إلى ظهور عيوب تهدده بالانهيار، يعني من أجل السلامة تقرر يعني إغلاقه، وهذه حالة كانت حالة من بين حالات أخرى على الصعيد الوطني في إطار حملة قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمراقبة هذه المساجد وافتحاصها والتأكد من متانة البناء وسلامته. إذن بقى في الحقيقة كان الوزارة كانت أدرجته لكي يتم إصلاحه، وهو مبرمج حاليا. كانت المسألة تنتظر فقط دراسة تقنية إلى آخره ليتم إعداد التصور والمشروع، ولكن في إطار الظاهر الشارع المتعلق باختصاصات بأماكن مخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، واللي كيسمح للخواص أنهم يبنيوا مساجد ويسمحوها إلى آخره، فقد أخذ مبادرة بعض المحسنين من الخواص فهيئوا مشروع أو بصدد تهيئة مشروع تصميم ليتم عرضه على مصالح العامة لكي يتم الترخيص والبناء إن شاء الله في قريب العاجل، ويتم باش إن شاء الله يكون واحد المسجد في المستوى يليق بإقليم المغول عموما.